هذا الموضوع موضوع مهم جدا، والمجلس الاقتصادي وجامعة الدول العربية على علم بأنه هنالك فجوة غذائية كبيرة جدا في موضوع الأمن الغذائي، ولذلك أنا وضحت من أهم الملفات الآن المطروحة ويمكن أن نسميها قمة الأمن الغذائي باعتبار أنه من الملفات المهمة المطروحة في القمة على مستوى القادة وهو أصحاب العرب.